السلام عليكم البنات، مساء الخير عليكم. وش راكم؟ وش ديروا؟ وش ما ديروا؟ مرحبا بكم في قناة يوميات العبدوية وبناتها. صح، غابت عليكم مال العبدوية، وكانت كانت راح تقفل القناة البنات، بس صح انتوما اللي درتوا لها الكوراج، وكنت تقرا لها في التعاليق، التعاليق غير الايجابيات، السلبية ما قريتهمش نهائيا. نشكركم بزاف على الدعم تاعها، ونقول لكم راهي شويه عيانه، وان شاء الله راهي دوك ترجع لكم وترجع لكم بقوه. ونشكر واحد المتتبعه نصحتني وقرات الكومنتار، ونشكرها بالبزاف على النصائح اللي قالتهم لي. وش راح نقول لكم؟ كثر خيركم على الدعم تاعكم، وان شاء الله تدعمهمكم العبدويه توصلوها للمليون، تفرحوها. هذا مكان، وهذا بعض الصور والذكريات تاعكم العبدويه تاع القناه تاعها. قلت والله نروح نجيب ذكريات القناه تاعها من اللي حلتها، تصاور والوصفات والاكلات التقليديه اللي دارتهم في القناه. كنسى بزاف تعلمو صراحة. أني نحكي بعفوية، ماني نكتب ولا نكتب في ورقة ونبدأ نقرأ عليكم، لا لا، أنا ما عنديش العقلية هذه، نهضر بعفوية. انتم ما كاين ناس متتبعات ما تحبش العفوية صراحة، ما تحبوش العفوية، تشتيو غير العبد يعطيكم الحس، ولا تحبوا تتفرجوا وش تفرجوا. كما القنوات، ما تحبوش القنوات اللي ينعتوا لكم وينصحوكم، لا لا، تشتيو تحبوا تتفرجوا التفاهات. هذوك القنوات التافهه اللي ما عندها حتى معنى، ما عندها حتى محتوى، هذوك ما اللي تحبوا تطلعوهم. والقنوات اللي ينعتوا الوصفات وينعتوا الاكلات التقليديه وينعتوهم من قلبهم، ما ينعتوا لكمش الغلط، هذيك لا لا، ما تشتيوش تدعموهم. وشوفوا اي كان قده المتتبعه في القناه تاع عمال العبدويه، هزت على ما وشفت كيفاه نطبخو وكيفاه نديرو. كاين الناس ما عرفتش دير الكساء، تعلمت، ما كانوش يعرفوا يديروا المقرود، تعلموا ما عند ما راهي تنعتلكم من قلبها. الحاجه اللي تعرفها تنعتها لبناتها، وتقول لي نحب بناتي اللي ما تعرفش نعلمها ونعتلها، باش ما يعكيوش عليكم. شتو كي تروحوا لديار رجالاتكم، شتي كي تدخلي للكوزينه تكوني فحله، صح، ما تعكيش عليك، ترديها للشوكه. جامي تخلي وحده تحقرك في الدنيا هذه، اللي يحقر ما عندك ما تحقر، وكلنا ولاد تسعه. دي فوا نشوف بنات فهمت كيف دايره عقليتهم، تشتي تستفز بصاحبتها، ولا تشتي تبالها هي طالعه وصاحبتها لا 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 يا اختي، جامي تبالك باللي روحك بلي كي انت طالعه قيمتك كاين في السما، وزعما الناس كلها ما كي تحت الارض. والفهم يفهم ما كان، لا فهمتي يا زيد. وش حنزيدو نقولو؟ ان شاء الله تكونوا تعلمتوا من قدان وحده. نشكركم بالبزاف، وانا شويه قلقانه خاطر مش ديفوا نقرا لي كومونتير سلبيه، هذوك ديفوا يطلعوا لا كريز صراحه. ما نشتيش نهضر وما نقراهمش لما، انا غير نقراهم انا. ود وحده تقولها او دراهم اليوتيوب حرام، اختي وعلاه كي تشوفي فيها تسلك، هي حابه تنعت لبناتها من الاخر. هي ديري مزيه، وحده قالت لها ديري مزيه قفلي القناه، هي دبريها على عمرك يا اختي العزيزه، حابه تقفل ولا ما تقفلش حاجه تخصها هي. وكاين متتبعات هما حبوها وقالوا لها ما تقفلش القناه. والوصفه اللي نعتتها لكم تاع الزينبا ولا ما بعليش، راهي من بعد تنقولها، نقول لما تعاود وتشرح لكم وتشرح لي ما عندهمش ما يظنيوش يديروا الوصفه هذه، وان شاء الله ربي يرزقهم بالذريه الصالحه. شوفوا ما واش نعت لكم، ابسط الحاجه اللي تعرفها، حاجه اللي تسمعها من عند الناس تجي تنعتها وتنعت من قلبها، فهمتوني؟ تنعت لكم كاين امور شخصيه ما نشتيوش نحكيوهم، رانا واش نديرو حنا في القناه، واش يدير ما في القناه، راهي تطبخ وتنعت لبناتها مثل الروتين. رجعنا لكم البنات، امكم العبدويه واش يدي لكم في القناه تاعها، دي لكم روتينات ودي لكم الحماس، ودير مثلا تغسل الزرابه في الصيف كل حاجه في كل وقتها. نعت لبناتها نوضو غسلو تحفزهم باش في الصيف هذا ينوضو يغسلو الزرابة تاعهم، يغسلو الزبر تاعهم. وش هي الحاجة السلبية اللي هزتوها من عندكم العبداوية؟ برك حابة برك هذوك التعاليق اليوم كي يحكيو غير بالسلبي، وش هزيتي من عند امك العبداوية؟ والإيجابيين حابة نعرف برك وش هزيتو، حابة منكم تعلقوا ونقرا تعاليق نتاعكم ونقراهم لما ونقراهم لها، وأي تقرا تعرف تقرا ونقول
واكتبولها، اكتبولها البنات، اكتبولها تعاليق وحفزوها، والحاجة اللي بغيتوها تنعتها لكم، الحاجة اللي نقدروا عليها نعتوها، نعتوها المتتبعات تاعنا. راكم عزاز علينا وراكم العائلة تاعنا الثانية الثانية. ان نشكركم بالبزاف وما نكثرش معاكم الهضره بزاف، باش ما تقولوش باش ما تملوش. كاينه واحده المتتبعه صراحه ما عندي ما نقولك يا اختي، قالت لي ديري مزيه امال خرجي من القناه تاع امك، انت اللي صمتيها، انت اللي خليتي القناه تاع امك ما تطلعش. كتبتها في الكومنتار وزاد حكاتها في هذه، انت عيب عليك، عندك واحد صحه الوجه ما في الوجه هذاك، عطيهولي تراه نشوفه. يا اختي هذه قناه يقولوا لها قناه يوميات العبدويه وبناتها، انا نشتي نعاون ما كاين امور ما تعرفهمش ولا حاجه في الطبيخ، ما نخليش ما نتعبش ما لازم نوقف معاها ونهضر معاها حاجه ما عرفتهاش، نقولها ما فوالا هاو كيفاه ديري، هاو كيفاه تهضري، هاو واش كاين. دي فوا تحكي لكم اي ديما تحكي بعفويه، واش كيفاه حبوها الناس، حبوها الناس على العفويه تاع ما، فهمتوني؟ واش راح نقول، والله ما نقدر نهضر، فهمتوني؟ خليها برك، هذا ما كان، نخليكم مانيش قول القناه شو تقولوا لي اني قول القناه ولا والو. نشكركم بزاف وراكم على الفيديو والوصفات والاكلات التقليديه تاع ما، وما نعاودوش حنا ما نكثروش الهضره بزاف، ما كان له تعاليق سلبيه. تبقاو على خير وراكم مع الفيديو وتكملوا حتى النهايه، وجمجموا جمجموا بارطاجيو لي فيديو تاعكم العبدويه باش توصلوها المليون، ترتاح برك البنات وترجع لكم وتنعت لكم اي حاجه، واي حاجه تعرفها تنعتها لبناتها، حبه بنتها وكل يعرفوا وكل يتعلموا. تبقاو على خير في امان الله، وثاني ميرت المتتبعات تاعنا نحبكم ونموت عليكم.